عشر حقائق عن الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. عاش الماتريدي وولد في سمرقند في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري، وتوفي في العقد الرابع من القرن الرابع الهجري الموافق 944 ميلادية. الإمام الماتريدي هو مؤسس المدرسة الماتريدية التي تمثل مع المدرسة الأشعرية مذهب أهل السنة والجماعة. كتابه تأويلات أهل السنة وكتاب التوحيد من أهم المصادر التي من خلالها نعرف العقيدة الماتريدية. نصف المسلمين تقريبا يعرفون العقيدة الإسلامية من خلال المدرسة الماتريدية. يعد الإمام الماتريدي أول من كتب نظرية متكاملة في المعرفة أو ما يعرف بفلسفة العلم بعد أفلاطون وقبل جون لوك بحوالي 700 سنة. لقب الإمام الماتريدي بألقاب عديدة تدل على مكانته العالية في العلم، مثل ناصر السنة وقامع البدعة، علم الهدى، الأستاذ، شيخ الإسلام. ألف الإمام الماتريدي العديد من الكتب في العقيدة والأصول والفقه والتفسير والوعظ والنصائح، لكن لم يصل إلينا من هذه الكتب سوى كتاب التوحيد وتأويلات أهل السنة. ورث الإمام الماتريدي العقيدة الصافية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتصدى في عصره للفرق المنحرفة كالخوارج والمرجئة والفلاسفة والمشبهة والملاحدة. في شهر أغسطس سنة 2020 أصدر رئيس جمهورية أوزبكستان قرارا بإنشاء مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية لإحياء تراث الماتريدية. الشعب الأوزبكي هم أحفاد الإمام الماتريدي.